ممتاز ممتاز. إيه دائما كذا، لا تغسلينها بكلوركس يروح الصفار كله. أوكي أنت ممتازة، خليك كذا على دائم. أوكي أعطيك العافية، شكرا. إيش عندك مع الشغالة؟ عبد قلت لها وين طاقيتي وجابتها لي. ومين قال لك أصلاً تتكلم معاها؟ ما كلمتها، أرسلت لها على الواتس. كمان بينك وبينها رسائل؟ رسائل واتس مو بالسناب وغيره. لا ما شاء الله صريح والله. لو كلمتها مرة تانية ولا تلفت لها ولا عملت أي شيء وتكلمت معاها ولا طالعت، ما تلوم إلا نفسك، سامع ولا لا؟ أقلب الدنيا على راسك. أبوك الغيرة. ميري! حسوي معاكم ستريبس الدجاج المقرمش. أول شيء حضيف بيض، لبن سايل، ميري! فلفل أسود وملح. نعم بابا. دقيق حضيف عليه. هالقابلة عندنا ضيوف. أبيت تنظفينها لما أجي لسه وتبخرينها. مين قايلة؟ أنا ما في قول. ممكن نفر ثاني. أقول القابلة، ما تفهمين أنت؟ مين قول؟ ولا أنا ما في قول. مشعل! يا مشعل! ايوه ايش في يا خالي؟ اتصل بعامر يجي ياخذها يوديها للمكتب، ما نبيها. حاضر يا خالي ابشر. ما في مشكله، ودي المكتب، انا ما في قول. لحظه، قبل لا يوديها عامر المكتب ابيها. أحس إن المستيشن فيها شيء. أقول لا تصرف علشانك لاقي مهدف. لا ما أصرف، أنا فزت عليك من قبل. متى يوم تفوز؟ نسيت 2016. أوف 2016 متذكرها. فايز عليك بعد 2500 مرة. ها يا رجال، فايز علي عام 2014 ولا الحين يذكرني فيها ويذلني. هلا. طيب خلاص جهزوها اجيكم. حط ستار. يلا مع السلامه. يلا يا عيال بعد اذنكم بروح اودي الخدام المكتب. يعني منسحب من المباراه؟ فين التحدي؟ وين التحدي؟ درج انت درج، ما تسمعني قبل شويه اكلمها لي؟ يعني الخدام اهم مني؟ اي اهم منك. زباد لا نطف الجبهه. عادي، اهم شيء انه انسحب. سجل يا تاريخ. السلام عليكم. عليكم السلام. اوف 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 اوف، وش ده؟ تفتيش بعد؟ ما تسكتون؟ تخلوني اركز، وراي شغل، وراي شغل، وراي خدمات الغيره افتشهم. اوف عمى. وش السالفه؟ ابوك قال للشغاله القابله وهي ما فهمت علي. بس كذا؟ بس انا احس بقمل بوكس. ترى اقول لك شيء، ابوك معقد. ايه لا تغلطين على ابوي، لا الحين الحق الشغال المكتب. كيف 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 كيف؟ مو كفايه اني انا ساكته على رسائلك معاه ولا نسينا؟ وشو؟ تراسل ولدي قليله الحياه؟ عجيب والله. يا مرحبا يا مرحبا عامر، يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. طمن الوالد، انا علمت الخدام المصطلحات العربيه النجديه الاصيله وبقت تمام التمام. طيب وش تثبت لي؟ وقف الأسر أم سيان الزبلة أم حق ولد دبشة قمقها. ها رأيك شنو؟ أنا أشهد إنها شقردية وممتازة.
السلام عليكم. عليكم السلام. كيفكم عامر؟ لو اني داريه انك جايبه شغاله ما كان جبت شغالتي معي. وانا لو داريه انك بتجيبينها كان قلت لك لا تجيبينها. ايش الوسوسه هذه؟ يعني سايبيني انا اشتغل في المطبخ وما شاء الله هم قاعدين هنا؟ قومي قدامي يلا. يا راس بالي بيد الخد يا طوين حراير من ضرع وين رايحة؟ ودي زبالة برا. حطي الزبالة يوديها عامر، حنا ما عندنا شغلات تطعم برا. اذلفي داخل اذلفي. عجيب والله. الله يعطيك العافية يا مشاعر على هالطبخ الزين. الله يعافيك يا خالي. بس اللي طابخة ميري. ميري؟ أهم شيء لا تقطع سلطة ولا تغسل ملابسي. أبوك الصملة. طب تعرف تسوي شاورما؟ تعرف تسوي كل شيء، تسوي أكل إماراتي كمان. ما شاء الله تبارك الله، طبخة أحسن من طبخ بعض الناس. إيش تقصد؟ أقصد طبخة أحسن من طبخ المطاعم. عجيبة والله هالميري. ماري يا ماري. نعم بابا. وش هالزبايل هذه؟ بابا انت حنام ما في هرمة اطلع برا. ايه صحيح. يلا يلا روحوا نادي عامر خليك يشيلهم يلا. عامر عموري. عموري ولا العابد اخلص وش تبين؟ طفش ابغى اشتغل. وش شايفتني مكتب العمل؟ أنا كذا بس من الفضاوة يعني قلت أسوي مشروع في إنستغرام أبيع فيه منتو يغمش في الموزة. منتو يغمش؟ إيه كويس، منها تصرفين على نفسك. موافق. يس